مرحبا لك المشاهدين، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان بالعالم العربي وبكل انحاء العالم. جوسلين فخري، فريد فخري هي ضيفتنا اليوم بفقره كتاب وكتابه بيحمل عنوان لمحه افكار، حكايه قلب شفاف بيخفق مثل البيلسان، هيك بنقدر نعرف عن الكتاب واكيد عن ضيفتنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. جوسلين، لمحه افكار، بس هالافكار مجنونه رايقه هاديه، هالافكار طالعه من القلب أكثر منا طالعة من الفكر، إذا نعم. فينا نقول عن الكتاب. خبرينا الكتاب لكام، أول شيء لكام قسم أو فصل مقسوم؟ يعني الكتاب لمحة أفكار مثل ما حضرتك قلتي إنه هو طالع من القلب وبيتضمن وجدانيات، غزليات، خواطر، وطنيات. لكن لاحظت انه الشق الاكبر بالكتاب هو لقسم الوطنيات. نعم. وما بعرف يعني قد ايه عاده الواحد بيكتب قصيده، بيكتب قصيدتين ثلاثه على ابعد يمكن حد للوطنيات، ونحن يعني ما معودين كثير كلبنانيين، مع انه عينينا كثير بالحرب وشعره بيكتبوا، لكن مش بهالكم من القصائد الوطنية. ليش هالقد بيعني لك الوطن؟ ليش هالقد تارك مطرح بقلبك؟ ليش في جرح بقلبك للوطن؟ كتير أنا بيعني للوطن، أنا من أنا وصغيرة كمان، حتى أول قصيدة كتبتها كانت كمان عن الوطن. وكل لبنان بعتقد بوطن وأكيد بده بيعني له الوطن، وطن لبنان. ولبنان هويتنا، ما فينا نتخلى عنه أبدا. بعدين الحرب اللي عم بتصير ما عم بيفكروا غير بالحرب، ما عم بيفكروا الأطفال اللي عم بتموت. أنا كتير يعني عندي إحساس كتير طريقة أنه شوف أم عم تبكي فقدت ابنها، طب كيف فقدته؟ بالحرب. طب كمان بي عم يبكي خطفوا ابنه، كيف انخطف كمان بالحرب؟ يعني كل شيء الحرب عم بتخلينا كمان كتير بتتألم، وجع كل دمعة أم، كل وجع هالشي بخليك تحب وطنك أكثر أو بخليك تبعد عنه أكثر؟ لا بالعكس، يعني بخليني كتير أحبه أكثر وضل أكتب عنه أكثر، ولا وجع الناس أكتب لهم. يمكن الكلمة اللي بكتب لهم إياها بتريحهم، بتخليهم، بس قد ما تضل يعني تكتبي والحرب بعدها يعني. نعم. انت بتكتبي للناس مثل ما عم بسمعك او لحالك؟ لا لا، للناس اكيد. بحب كل شيء اكتبه يعني يوصل مضمونه للناس، والناس هيك تحس انه انا عم بفهمها، عم بكتب لها، ان كان وجعها او فرحها. مش هو وجعك نفسه؟ وجعك وجعهم؟ وجعي وجعهم، ما انا من الناس، انا للناس. وكثير بحب انه اي شيء بضايق الناس كمان ريحهم، لو بفكره صغيره، لو بخاطره صغيره، لو بقصيده. نعم. قد ايه برايك الكتابه هي ثيرابي او علاج للشخص الكاتب؟ لما بتكتبي هل بتغير شعورك او لا هو ذاته؟ هل بتحسي حالك بحاله افضل او بحاله أسوأ؟ يعني طلعت اللي عندك ارتحتي، او طلعت اللي عندك بعدك في بسترس؟ بصراحه او نيوترال بلكي. لا ارتحت. هلا في انا كاتبه بالكتاب قصيده اسمها مسرح للصراع عن لبنان. لما كتبتها كنت موجوده بابو ظبي. نعم. باماره ابو ظبي بالامارات العربيه المتحده، وشفت هالشيء قبل ما احمل الورق بكيت، تضايقت، ماني عم اقول انه حسيت انه شو عم بيصير بلبنان. عم تحكي انا كنت عن فترة عم بطبع حرب تموز. نعم. حرب تموز ب 12 تموز انا كنت عم بطبع الكتاب قبل ما تصير حرب تموز، بلشت بطباعته مطبعه المستقبل بابو ظبي، وقفت طباعته بس شفت الشيء اللي عم بيصير بلبنان وقلت بده يجي ينطبع، ما في اغلى من لبنان تنطبع في هيدي القصيده. نعم. وطبعته مع اللي بيحتوي باقي الكتاب. لما حملت ارتحت، يعني صار القلم يكتب وحده، صار كل شغله يعني حسيتي بدل ما تبكي. نعم. كنت عم تكتبي؟ كتبت.
أكيد بدل ما تصرخي كنت عم تكتبي على على الورق. يعني هالقصيدة ومجموعة كثيرة من القصايد الوطنية الموجودة بكتابك، ما بعرف من وين بتحبي نبلش نقرأ؟ بقرأ قصيدة وطنية هي اسمها دعسة شهيد. نعم. شرقت شمس جنوبنا ونسم ربيع شمالنا، تشرين تجلى استقلالنا ونور بدر أحلامنا. شلال بالوادي هدر والطير غنى عالشجر، يا بقاع المنارة يا بقاع المنارة يا جنوب الحضارة، ضحيتوا بجدارة انتصرتوا عالغارة، توجتوا الكرامة ونلنا استقلالنا. وحده الاستقلال ما بينهدى، منحمله عكتافنا راية فدا. بجنوبنا هو القصيد، بجنوبنا هو الرصيد، بشمالنا هو القصيد، وعكل شبر تراب في دعسة شهيد بأرواحنا فدينا راية استقلالنا. لبنان يا مهد الوفا، لبنان يا مهد الوفا، يا جبل تراب وأرجوان. الحرية استقلال، الحقيقة استقلال، التضحية استقلال. بصلابة جيشنا، بعزم رجالنا، بغصة أم بدمعة طفل، بغصة أم بدمعة طفل، بالدم برعشة الحق، بالروح بنبضة عرق، بالإرادة تمسكنا، بالإيمان توحدنا وحققنا استقلالنا. برأيك نحن وصلنا للاستقلال؟ لا لا بعد، بس بضل بعد يعني يعني بضل بدك تذكرين حتى يعني بضل بدك تعملي شيء. امتى بنستقل؟ في يقول شيء بتشرين استقلالنا نيالنا، يا جنوبنا غني ويا ارز شمالنا، ما بينتسوا الماتوا وشنق كرمالنا، من شان تلبناننا يبقالنا. بعدوا العدو الرابط على تلالنا، منغص حياة عيالنا وأطفالنا. بظن اللي ماتوا بالبقاع وبالجنوب بيكفوا حتى النال استقلالنا. حلو حلو. لمحة أفكار وأفكار كثيرة موجودة بهالكتاب، وأنت مثل ما فهمت منك أنه أنت عايشة تشتغلي برا مش بلبنان. ايه نعم، انا عندي مهرجانات ومعارض نجوم الشرق بإمارة ابو ظبي. يعني عم تشتغلي بالخارج؟ انا لتوصل لمطرح انه لا، انا حكم يعني سفرياتي انا مثلا مش هلا دائما باقي بالخارج، يعني مش مستقره برا. لا اكيد طبعا، لانه كان بدي اسالك الوطن شو قدم لك لما بتكذبي عن الوطن هالقد. الوطن انا ما بنطر من الوطن انه هو يقدم لي، انا بدي اقدم له وانا رح ضل على طول اقدم له. مثل ما قال جبران. كمان بالقسم الثاني من الكتاب عم تحكي عن وجدانيات او عن غزليات، يعني مش حافظتهم ورا بعضهم. لكن قبل ما اطرح عليك هالسؤال، ليش بتكتبي باللبناني عامية مش بالفصحى؟ بترتاحي اكثر؟ ايه ما في، تحسي حالك ما بتقدري تعبري بال لا بالعامي اكيد. طيب كيف بلشتي انت الكتابه؟ كيف بلشتي الكتابه؟ من انا وصغيره بكتب. يعني موهبه اعطاني اياها الله انه بكتب من انا وصغيره، وبعدني لهلا عم بكتب ورح ضل على طول رح اكتب، وعلى طول بضل اي شيء بدي اعمله بضل بكتب للوطن قبل ما كمان اكتب للغزل ولل يعني الوطن معلم فيك اكثر من حب؟ نعم اكثر من حب؟ نعم. مش شكلك منه غرمتي هيك عم تفكري؟ لا لانه شو؟ اوكي يعني وسكبت. ايها اكثر قصيده بتحبيها بكتابك؟ بصراحة كلهم
اوكي رح نسمع نعم بعد هالوقفه مع الاعلان او مع ابرز عناوين الاخبار وبنرجع. اوكي جوسلين فخري ضيفتنا اليوم بفقره كتاب وكتابها بيحمل عنوان لمحه افكار. اهلا وسهلا فيك من جديد. قبل ما نروح مع ابرز عناوين الاخبار كنت سالتك شو اياها اكثر قصيده بتحبيها بكتابك؟ رح اقول لك اجمل قصيده بحبها وحابه هلا سمعكم اياها. شو هالحلا بعينيكي؟ هلا لي شو هالحلا بعينيكي؟ اسم الله وما شاء الله عليكي. وفيكي حلا بيسحر سحر بيسكب عطر حواليكي. تسلمي. ميرسي. ميرسي كثير حلو. بكيو عيون السما نقطة حبر. بكيو عيون السما نقطة حبر كتبت عوراء العمر 2000 وخلص الحبر فوق السطر وطل القمر بالسما الزرقاء بوجه فرح وبفرحته حرقة طل القمر بطرحته الكلها نور حامل بإيده دفتر وورقة ونزلت من عيونه دمعتين وزادوا سنين العمر 13 على 2000 وعالهدى وعالهدى لملم زهوره من الفضا وتسحب مثل شي طير بجناحين ولعنا إجا بهالسنة جديدة يشاركنا الفرحة. حلو. كيف بتختاري مواضيع قصايدك؟ أنا يعني بتجي هيك على طول بتتخيلي حالك بمحل كتير حلو أو بتتخيلي حالك يعني بتجي فكرة ببالي بكتبها برجع بعدين بوسعها. هل في طقوس معينة للكتابة عندك أو لا؟ لا أبدا. ما في لا أوقات معينة ولا أنا بالنهار بكتب أكثر من الليل كمان. يكون في عندك عجقة أفكار. ايه أكيد. كمان بدي أسألك لنرجع لموضوع الكتاب والأقسام الموجودة بالكتاب. في عنا قسم الغزليات وكنت سألتك قبل شوي عن إنه ما عشتي غرام. كيف فيك ما تعيشي غرام؟ أو أنا يمكن بلكي تهيألي إنه ما عشتي غرام، هلا بتوضحي لي بتكتبي غزل. بتعرفي كل شاعر بيكتب هيك حساس بيبقى كتير و كتير عنده شعور يعني زايد بإحساسه ما في. بالعكس أنا عشت الحب وكتبت عن الحب يعني حتى بالحب اللي بياكل العصي مش مثل اللي بيعدن. صح. حتى قري لنا من الغزليات. رح اقرا قصيدة. الحب اللي بوجهك اكثر بكتبك او اللي بفرحك؟ لا بفرحني. بكتبك اكثر. ايه اوكي. رح اقول ما تغار ما تغار ما تسافر مع جنونك ما تغار ما تسافر مع جنونك ولا تقول بدي بالنظر خونك لا تغار ولا تسافر مع جنونك ولا تقول بدي بالنظر خونك ما زال وحدك نظرة عيوني كيف بدي خونك بنظرة كيف بدي شوف من دونك كيف بدي أعيش من دونك. بمين تأثرتي من الشعر شعراء المحكية اللبنانية؟ بحب جبران خليل جبران. مع انه فصحى. اعطيني الناية وغني فالغنى مع انه بيكتب ما بيكتب عامية. ومن شعراء اللغة العامية مين تأثرتي؟ يعني بحب بالزجل بحب زغلول الدامور خليل روكوز كلهم بحبهم. شو عم تحضري هلا؟ يعني هلا عندي مشروع لانه شايفه اوراق معك جداد. نعم هلا عندي مشروع جديد على سي دي بيتضمن موسيقى وخواطر شعريه بيتسجل بالصوت والموسيقى. طيب برايك لما الواحد يحط صوته على سي دي بيوصل اسرع اكثر للناس؟
هلا انا هيدا المشروع اللي عملته من اي شاب وصبيه، هن رح يكون صوتهم هن على ال. معقول يوصل احساسك بذات الطريقه لو انت، لو هن يعني عم بيقولوها، لو انت عم تقوليها بصوتك؟ هو غير انه الاحساس، الكلمه بيوصل بس تكون، بس يكونوا يضلوا يعني لما تقعد تمرنيهم والقصيدة كيف كانت بدي يعني تقوليها أول مرة وتاني مرة قدامهم وبيعدوها ورق. إيه أكيد، وهن شاب وصبية صغار بالعمر يعني، صار لازم يعيشوا أكتر. إيه أكيد القصيدة بعيشوها أكتر. نعم. وأنا تمرنوا عليها وبلشوا هلا عم يعني صوتهم حتى كتير حلو طلع بالقصيدة. جود لك، هيدا نقدر نقول لك إيه. أهلا وسهلا فيك. أنا حابة أقول كلمة بس للأم تي في إذا سمحتي. قولي. اوكي، على الوراق. نعم. اول شيء بدي اشكر الام تي في لانه اتاحت لي الفرصه، دعوتها لي لحتى يشوف كتاب النور من خلال شاشتها الغنيه باجمل البرامج. هي مناره للاعلام ومحطه عالميه عملاقه. وبتسمحي لي بدي اقول لك كلمه، الام تي في طلت على المنبر، كل شيء حولنا تبدل تغير. الام تي في طلت على المنبر، كل شيء حولنا تبدل تغير. عتمت ليلنا لبست ثوب النور، ونهارها تجلى صباح ونور، مرجع ثقافي وفن هي بالمختصر. شكرا لك. شكرا لكم وميرسي. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. مشاهدينا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا لليوم بفقره كتاب. انا بودعكم وبقول لكم دائما ما تنسوا انه مفتاح القلب هو كلمه، والجمال ببلش من هون. باي باي.